تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس الحمدث والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظيم شريف جعل الله تعالى عيدا للمؤمنين ورجاء الصالحين. أحسنوا علي ثواب الفقراء والمساكين كما رضي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاطر عن حوائج الأشياء. تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس الحمدث والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار والأخيار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظيم شريف جعل الله تعالى عيدا للمؤمنين ورجاء الصالحين. أحسنوا علي ثواب الفقراء والمساكين كما رضي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. واعلموا أن صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم له نصاب فاطر عن حوائج الأشياء. تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس الحمدث والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم. اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظيم شريف جعل الله تعالى عيدا للمؤمنين ورجاء الصالحين. أحسنوا علي ثواب الفقراء والمساكين كما رضي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم صدقاتكم عن كل صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. واعلموا أن تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس الحمدث والعباس